طيب، خبر آخر في هذه الجولة صغيرون: التوسع في الجامعات خصم على الجودة. قالت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي بروفيسور انتصار صغيرون الزين إن التوسع الكبير في عدد الجامعات السودانية خلال 30 عاما الماضية شكل خصما على جودة التعليم، ما يستدعي الوقفة والمراجعة لهذه الأوضاع. وعدت الوزيرة الامتداد الأفقي الكبير للتعليم العالي في السودان وما أفرزه من وجود أكثر من 34 جامعة حكومية و20 جامعة خاصة، عدته واحدا من أكبر التحديات التي تواجههم على مستوى التعليم العالي. ووصفت الوزيرة خلال ندوة سياسية بمدينة أربيجي ما حدث للتعليم بأنه تدمير ممنهج، من واقع أن أصحاب ثورة الإنغاث كانوا يدركون تماما أن التعليم هو الذي يؤدي للفهم والرخاء في البلاد، ما دفعهم لتدميره على حد تعبيرها. وقالت صغيرون إن الثورة التي قامت إن الثورة قامت من أجل تصحيح هذه الأوضاع التي أقرت بأنها تحتاج فترة من الزمن، غير أنها أشارت إلى أن مهمتهم الآن هي البدء في هذا العمل. نعم، يعني كيف تقرأ هذا الخبر؟ يعني خاصة أنه التوسع في الجامعات أو التوسع الكبير كما ذكرت يعني يسع كل الطلاب. طبعا السؤال اللي بيطرح نفسه: هل التوسع الأفقي له بإنشاء جامعات وكليات جديدة كانت في حاجة حقيقية له ولا ما كانت؟ يعني انت لما تتكلم عن قاعده التعليم العام كبيره جدا وتوسعت جدا. الغوره اللي ما كانت فيها مدارس اصلا الان بتلقى فيها مدارس ثانويه، بنين وبنات واساس. بالتالي عندك قاعده عريضه جدا في التعليم العام، دي ماشيه في زياده مباشره جدا. عشان تلقى لها مؤسسات في التعليم العالي تستوعبها لابد من التوسع الافقي. ونحن الآن بنتكلم عن آخر العام ده امتحنوا ما يقارب من 359 ألف طالب وطالب. بإحصائية كل الجامعات السودانية القائمة الآن بما فيها مؤسسات ما بتاخد 50% من العدد ده. البقية برضو لسه نحن في حاجة إلى إنشاء جامعات جديدة. طيب، ده إذا كان من ناحية الأعداد الموجودة في القاعدة التعليم العام. صحيح أنه أي توسع أفقي يفترض أنك أنت تدرس كل الحسابات بتاعتك بحيث أنك تحافظ على جودة التعليم. دي أصلا ما فيها كلام. يعني أنت كونك تنشئ جامعات وتوسع أفقي بدون ما تراعي، يعني تراعي الكمية بدون ما تراعي النوعية، الكلام ده غير مطلوب. صحيح انه حصلت بعض الأشياء، عشان كده المراجعة مهمة جدا، لكن المراجعة ما بتعني أنه تحجيم التوسع، لا، بتعني انك انت خليها تمشي على ساقين، انت توسع افقيا عشان تستوعب كل القاعده بتاع التعليم العام، ودرب واهل ووفر المعينات بحيث انه مخرجات التعليم العالي تكون مخرجات سليمه وقويه، لانه يا اخوان نحن بنتكلم عن توسع، وبتتكلم عن التعليم ده هو قاعده التطور والتنميه. ما عندك خيار غير انك طلابك بتاعين التعليم العام ديل يلقوا مساحات كبيره جدا في التعليم العالي. خلينا نقول انه الان الفتره دي هي فتره بتاعت فعلا مراجعه وفتره بتاعت تجويد، بعدين يعني الامكانيات موجوده، انت ممكن جدا تاهل عدد كبير جدا من اساتذه الجامعات طالما اصلا توسعت، وبعد كده وفر الاحتياجات الاساسيه لهذه الجامعات، انا دي كلها مقدوره عليها، فانا افتكر انه المراجعه مهمه وتجويد التعليم العالي مهم جدا، لكن التوسع فيه برضه يظل مهم عشان تستوعب كل الذين يعني هم في طريق التعليم العالي. نعم.